غير كنحاول انا نقسم وقتي على حسب السكيدجول ديالي، لانه اكيد كيكون عندي التزامات فنيه، كيكون عندي التزامات خارج ارض الوطن، فلهذا كنحاول دائما انه نعطي الحق على حسب البلانينغ ديال الاداره اللي كتسير الاعمال ديالي. لهذا ما كيكونش يعني داك الشيء غير عشوائي، ممكن المهرج ديالي ما كنكونش فيه هذا العام، ممكن نكون فيه العام الجاي ان شاء الله. ف يعني اللي بغى يربح العام طويل، اللي بغى يربح العام طويل باقي الحمد لله الوقت باقي. واش حنا قلنا كينيدي توما لكم في هذه الحاله حيف الله. راه اغنيه كتجي وراها اغنيه وكتجي وراها اغنيه، واكيد اللي كيحب الفن ديال حاتم اداره ولا صوت حاتم اداره ولا حاتم اداره كفنان اكيد كينتظر دائما الافضل والاحسن، والامور غادي بهذا. انا كنشوف من خير هذا المنظر، الا كنا كنتكلموا فنيين ما كناش كنتكلموا فنيين غيكون كلام اخر. كنضرك فهمتيني.